دقيقة يا مخرجنا ممكن؟ كات ايش فيك مشعل؟ صاير شيء؟ ماكو شيء بس ممكن تشرح لي المشهد بس اشرح لي شيء على السريع. عفوا عليك الحين اشرح لك من البداية. شوف شوف هي الحملة اسمها إلى الشمس. يا شمس يعني أنت بدنا نروح الشمس؟ نحترق شلون؟ احنا كلنا معك هنا قاعد نفتر بالفضاء ونفتر بالمجرات عشان نحسن وضع مجرتنا ونستكشف يعني الموضوع التطلع إلى الأفضل. صح فهمني. يعني قصدك الموضوع نفس بنك الخليج. إيه خلاص فهمتك. ها؟ لا 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 شكو بنك الخليج؟ لا لا مو بنك الخليج. عمتا نكمل كمل. مو احنا بنك الخليج شكو بنك الخليج؟ واحمد شفت الابلكيشن الجديد اللي مسوينه بنك الخليج؟ من صدقك كل يوم ابطلع كنا استقرار. عدل عدل كلامك لان الابلكيشن الجديد نزل وهم متطورين والثيم حتى يلوب. اوف اتوني كنت قاعد اشوف الانترفيس حده خيالي. شكو بنك الخليج؟ انا كل يوم ابطل الابلكيشن وافتح ليكات وافتح حساب. جرب البل سبلتنج منقذ. ابو نصيحتي نقلبها اعلان حق بنك الخليج يلا بس اقول بس حط بوم ورق ترى خالصين. صح 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 عدل 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 والله كلامكم اللي قاعد تقولونه عدل الصراحه يعني نغير الفكره الحين ونغير الكونسبت اصلا يعني ما له داعي اصلا وجودي انا ما له داعي. وش عيل صير انت المخرج؟ لا تعال تعال حاشيك مخرج زعل هذا حول على الخليج اليوم واستمتع بمزايا دوم تعال. ايش تسوي بعد زعل زعل شخصنها شخصنها